السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتنا منوعات الكل. إن شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل بيتزا. احنا طبعا عملناها قبل كده مع بعض في فيديو، بس الطريقة المرة دي هتكون مختلفة بإذن الله، والحجم مختلف. يعني اللي عاوز يعمل حاجة كده، اللي عايز حاجة خفيفة سريعة كده، إن شاء الله نقدر نعملها مع بعض. ياريت لأول مرة تشوفوني بيعملوا بلايك واشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله مننا. نبدأ مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اول حاجة معايا 3 كوبايات دقيق. انا زي ما قلت هعمل كمية قليلة. المرة اللي فاتت كنت عاملة حوالي 1 كيلو أو 1 كيلو وشوية كمان دقيق. لا انا اعمل حاجة خفيفة وسريعة كده وما تاخدش وقت مننا برضه. معايا هنا 2 معالق لبن بودر وملح وسكر وخميرة ومعلقة بيكنج بودر. اللبن البودر اختياري. المرة اللي فاتت كنت حاطة بيضة، لا المرة دي مش هحط بيض، ونضيف البيكنج بودر. هيعطيني الهشاشة برضو بتاعت البيض. ومعايا باكو خميرة. نضيف المكونات الجافة طبعا مع بعض. المفروض كنت قلبت المكونات الجافه مع بعضها الاول، بس مش مفيش مشكله. نضيف الزيت 4 معالق زيت. واقلب بقى كله في بعضه بالمعلقه الاول. معايا الميه بتاعتي فتره مش سخنه قوي، ولا مع ان الجو حر دلوقتي يعني، فعادي الميه اصلا في الحنفيه فتره، مش هنحتاج ندفيها على البوتاجاز يعني ولا اي حاجة. انا بحاول اخلط الدقيق كله ياخد زيت، والمكونات كلها اقلبها كويس بالمعلقة. طول ما احنا شغالين يا جماعة نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما واحنا في اي مكان نصلي على الرسول، نستغفر لا حول ولا قوة الا بالله. الاذكار دي مهمة جدا جدا والله، وبتغير في حياتنا وبتغير اقدار. زي يعني احلى حاجة في الدنيا ذكر الله باي وسيلة من او باي ذكر من الاذكار دي. هنضيف مع بعض المية. انا محتاجة اقلبها بس واحدة واحدة، مش هضيف المية كلها. طبعا كنت بصور لوحدي، فكان الموضوع صعب شويه، فمضطر ان انا احط شويه بشويه واسيب الكوبايه وارجع تاني اكمل زي ما انتم شايفين كده. تلات كوبايات دقيق طبعا مش هياخدوا مني عجن حاجه ولا ياخدوا مني وقت. يعني لو الولاد طلبوا مني عشا سريع هتبقى عشا سريع خالص وخفيف، مش هياخد وقت ان شاء الله. الجو حر، العجين بيخمر بسرعة. على ما نجهز بس الحشوة بتاعت العجينة هنلاقي معانا العجينة خمرت وكل حاجة تمام. نقلب الدقيق كويس بالمية، وعشان نعجنه بقى نلم الدقيق ده خالص. كده العجينة اتلمت معايا عشان ما اطولش بس عليكم. طلع بقى شوية زيت واسيبها علشان تخمر. هدهن برضو الطبق اللي هي فيه 2 معالق زيت، علشان لما تخمر واجي اشيلها من الطبق تبقى سهلة معايا وما تبقاش رزقة ولا اي حاجة. مش كتير يعني 2 معالق زيت بس. هدهنهم في الطبق كله واحط العجينة بس في النص واغطي عليها بقى. دايما نشكر الله يا جماعة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. معايا الكيس علشان يساعد العجينة تخمر معايا برضو. وهنسيبها شوية. وكده العجينة بعد ما خمرت طبعا هنفردها الاول ونجهز الحاجة بتاعتها.
ليه؟ لان عجينة البيتزا بتحتاج ترتاح بعد الفرد، بتكون احسن معايا وبتطلع بتديني نتيجة افضل. الصينية دي يا جماعة اكبر صينية في طقم صواني البيتزا، هنفرد فيها 3 كوبايات دي كل العجينة اللي معايا، يعني مش هقسمها ولا اي حاجة. المرة اللي فاتت عملتها في الصينية بتاعت الفرن نفسه، الكيلو دي قسمته في الصينية الكبيرة اللي هي المستطيلة، بس دي لا، انا اعملها في الصينية العادية بتاعت البيتزا المدورة كده. فردنا العجينة معايا، دهنا الصينية زيت وفردت العجينة. نقطع على ما العجينة ترتاح معايا شوية، اقطع الطماطم والفلفل وكل حاجة بقى انا محتاجة اضيفها. كل الاضافات دي اختياري. احنا هنضيف ايه؟ نعملها بستريبس، تشيكن ستريبس الفراخ، هنحمرها وبعدين نقطعها قطع زي ما نحب ونضيفها عليه. ممكن اعملها ببانيه، ممكن نعملها باي حاجه زي ما قلنا قبل كده، لحم عادي، مشكل، اي حاجه يا جماعه. الحشوه، حشوه البيتزا اختيار. هنا معانا صلصه البيتزا، احنا عملناها اكيد في الفيديو اللي فات، فما حبيتش اعملها المره دي كمان وطول عليكم. معروفه صلصه البيتزا، يعني في ناس بتجيب صلصه جاهزه وتعملها، بس لان الطريقه اللي عملتها في الفيديو اللي فات احلى بكتير واطعم وانضف من الصلصه الجاهزه. على الاقل انت ضامنه انت عامله ايه فيك. هضيف جزء من الجبنه الموزاريلا، ده التشيكن ستريبس اللي انا قلت عليه، بنحمره وبعدين نقطعه قطع حسب الحجم اللي احنا محتاجينه. كده كل حاجه جاهزه، هضيفنا جزء من الجبنه، هنضيف بقى التشيكن ستريبس عليه والفلفل والطماطم والزيتون شرايح. قلنا الحشو اختياري يا جماعه، كل اللي عايز يحط حاجه على البيتزا يحطها عادي، ما عندناش اي مشكله، هي مش بتقول لا يعني. وبرده طريقه التقطيع، كل واحد بيرجع له طريقه في تقطيعه او بيحب حاجه معينه، ده حاجه ما فيش فيها اي مشكله. الزيتون معايا الشرايح كمان اضيفه، الجبنه بقى الموزاريلا علشان تعطينا مطه. محتاجين نعمل ايه؟ نضيف جزء قبل ما نسوي، يعني هنضيف جزء دلوقتي وبعد ما تستوي معايا قبل ما اخرجها ب5 دقايق بس، هخرجها معايا اضيف لها كمان شويه جبنه موزاريلا. ليه؟ هتديني مطه وهتكون احلى كتير. هي دي يعني هدخلها 5 دقايق دوب الجبنه تسيح معايا بس واخرجها تاني. يعتبر مش مكترين الحشوة زي المرة اللي فاتت ومش مكترين الحاجة نفسها، يعني معروفة استريبس وفلفل طماطم زيتون جبنة. طبعا احلى بكتير ما نشتري اي حاجة من برا، وعملها سهلة وما خدتش وقت ان شاء الله. يا رب الطريقة دي تعجبكم. يا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، نكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله، ويا رب اكون بقدر افيدكم. كده تمام، يا الحجم كل ما يكون صغير كل ما الحشوة تكون جميلة عليه او بتظهر معايا اكتر من ما يكون حجم الصينية اكبر، فاهميني؟ الحجم الصغير دايما بياخد حقه شويتين تلاتة. انا دخلتها الفرن اهي، خرجتها، جت حطيت لها جبنة تاني ودخلتها تاني. كده العجينة ما شاء الله قد ايه، البيكنج باودر اديلها نفشه معايا ومستويه جدا، مش محروقه، لا العجينه نفسها مش مكتومه، لا في فراغات نفسها في العجينه نفسها. طبعا الصينيه المدوره بتساعدني ان انا اقطعها مثلثات زي ما بتيجي من بره عشان الاولاد يبقوا مبسوطين بيها.
طبعا سيبناه، طبعا سيبناه لما برد شوية عشان نقدر نقطعها بس ونقدمها لك للأولاد. يا ريت يا جماعة اللي يكمل معايا مشاهدة الفيديو للآخر ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو في أي تعليق أو أي حاجة محتاجين تقولوا لي يا ريت، والله أنا ما عنديش أي مشكلة. بشكركم جدا كل اللي بتابعونا، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يحلى أيامكم ويسعدكم يا رب، ويا رب يرفع عنا وعن جميع أمة الإسلام الوباء والبلاء يا رب العالمين. استنونا إن شاء الله في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.